نائب قائد حرس الثورة قال إنه من غير المنطقي أن يحصر أي بلد نطاق أمنه داخل حدوده، ونحن نعتبر الجيش السوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا، مؤكدا أن أفضل استراتيجية للاشتباك مع العدو تكون عن بعد، في إشارة واضحة إلى أن إيران تنوي نقل أي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة إلى أراضي العراق وسوريا، واستخدام جيشي البلدين كخط دفاع أول عن أمن إيران. ويرى مراقبون سياسيون أن طهران تريد توريط العراق وسوريا في أي نزاع مستقبلي مع الولايات المتحدة على أمل تحقيق تكافؤ في موازين القوى، وتعول إيران على دوافع مذهبية تضمن لها هيمنة بعيدة المدى على الجيش العراقي. ويربط مراقبون بين تصريحات الجنرال الإيراني سلامي وبين قرب موعد الانتخابات العراقية، في ظل اصطفاف ممثلي الحشد الشعبي المدعومين من إيران في جبهة تنافس رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعوم من الولايات المتحدة. كما ويقول مراقبون إن إيران ربما تستغل نفوذها في قوات الأمن العراقية لدعم بيئة تصويتية تخدم ساسة الحشد خلال الاقتراع، ما يمكن أن يؤثر بشكل حاسم في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل.